بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العبودية الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الرابع. وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، تبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا، فإني انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق هذا أن من الناس من يحتج بتوحيد الربوبية ويقف عنده، أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المقدر المقادير، فإذا اعتقد هذا هذا هو التوحيد عنده، وهذا ما يسمونه بشهود الحقيقة، وعندهم لا حاجة إلى الشريعة من الأوامر والنواهي والعبادة، وهذا هؤلاء هم الجبرية، هم الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله لا حيلة له فيها فلا يؤاخذ عليها. ومنهم من يقول إن من أطاع القدر وأطاع القدر فهذا موحد ومؤمن، لأنه أطاع القدر ما قدر الله عليه وامتثله، وهذا باطل وضلال. تقابلهم فرقة المعتزلة القدرية الذين نفوا القدر، أثبتوا الشريعة ونفوا القدر، قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه ولم يقدر عليه، وهذا أيضا ضلال وإنكار للقدر وإنكار للركن السادس من أركان الإيمان. وأهل الحق يجمعون بين الأمرين، بين الإيمان بالقضاء والقدر وتوحيد الربوبية، وبين العمل بالأوامر والنواهي والشريعة ولا تنافي بذلك، فإن الله أعطاهم قدرة وأعطاهم اختيارا وأعطاهم مشيئة ومكنهم من فعل الطاعة واجتناب المعصية، فليس لهم عذر إذا عصوا. وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر رحمه الله، إن الناس يعني بذلك الجبرية الذين يقفون عند القضاء والقدر ويحتجون به على معاصيهم وعلى كفرهم وعلى ضلالهم. يقول أنا انفتح لي أنه لا تعارض بين القضاء والقدر وبين فعل الأمر وترك النهي، لا تعارض بينهم، هذا هو الحق. فالذي قدر الكفر هو الذي قدر الإيمان، والذي قدر الطاعة قدر المعصية هو الذي قدر الطاعة، فما من شيء إلا بقضاء الله وقدره، ليس مقصورا القضاء والقدر على الكفر وعلى المعاصي، بل يشمل الطاعات، يشمل الطاعات فهي مقدرة، إذا فعلتها دل على أنها مقدرة، لأنه لا يكون شيء إلا بقدر الله وقضائه. فأنت تعالج القدر بالقدر، تعالج القدر بالقدر كما يقول عبد القادر رحمه الله، عالج القضاء والقدر بالقضاء والقدر في الطاعة أيضا، لماذا تأخذ جانبا تترك جانبا؟ هذا هو الذي عليها السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بالقضاء والقدر ويؤمنون أيضا بالشرع والأوامر والنواهي،
نعم. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله. نعم. ولكن كثيرا من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون الاستسلام لذلك. هذا هو الغلط. أما أنهم يؤمنون بالقضاء والقدر وبربوبية الله وأن كل شيء بقضائه وقدره، هذا حق، لكن كونهم يقفون عند هذا ويقولون لا حاجة إلى الأمر والنهي والطاعة والعبادة، فهذا هو الغلط، هذا هو الغلط. نعم. ويظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، أن الرضا بالمعصية والرضا بالكفر والرضا أن هذا دين، لأنه قضاء وقدر من الله، أنه قضاء وقدر من الله، فهم بزعمهم أطاعوا الله فيما قضى وقدر، وهذا مغالطة سيأتي بيانها. نعم. فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم، المشركون أخبر الله عنهم لما نهتهم الرسل عن الشرك بالله والكفر والمعاصي، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء مما أحل الله، فهو بقضاء الله وقدر، يحتجون بالقضاء والقدر. الله رد عليهم في هذا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء لهداكم أجمعين. ثم وقع منهم ما أخبر الله عنه في سورة الأنعام، قال سيقول الذين، وفي سورة النحل قال وقال الذين، وقع ما أخبر الله عنه، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، هكذا وقع ما أخبر الله أنهم سيقولون، كذلك كذب الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ثم رد الله عليهم بقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلو كان كما تقولون لكم حجة في القضاء والقدر، نحتاج إلى بعثة الرسل، الله بعث الرسل، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا دليل على أنه لا حجة لهم فيما قالوا، وأن هذا من عند الله وهذا من عند الله، فلماذا يقولون جانبا يوافق أهواءهم ويتركون الجانب الآخر الذي يخالف أهواءهم، وهو الأمر والنهي والشريعة، وهم يقدرون، عندهم قدرة واستطاعة وعندهم مشيئة، فهم تركوها اختيارا منهم لا اضطرارا ولا إكراها، وإنما هم الذين تركوها. فالذي لا يصلي لو شاء صلى، ما عنده مانع يمنع من الصلاة، والذي يدعو غير الله لو شاء ما دعا غير الله، بل يدعو الله وحده لا شريك له، فهو الذي آثر باختياره ومشيئته، آثر الكفر والمعصية باختياره ومشيئته، فلماذا يحتج بالقضاء والقدر ويترك الشرع والأمر والنهي؟ ولذلك أهل الإيمان جمعوا بين الأمرين، آمنوا بقضاء الله وقدره وآمنوا بشرعه وفعلوا الطاعات وتركوا المعاصي والمحرمات، فجمعوا بين هذا وهذا ولم يحصل عندهم تناقض، لم يحصل عندهم اضطراب،
كما حصل عند هؤلاء. نعم. وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. كذلك لما وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. الله يحرمه حنا نعطيه احتجاج بالقضاء والقدر، نسأل الله العافية. لا يطعمون الفقراء أنهم يقولون إن الله هو الذي أفقرهم، ما دام الله هو الذي أفقرهم فنحن لا نطعمهم ولا نعطيهم، هذا من احتجاجهم بالقضاء والقدر. نعم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. كذلك هذه آية ثالثة سورة الزخرف، قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعني الأصنام والأوثان. كون الله قدر علينا ذلك وعلمه منا، طيب الله أقركم على هذا، هو علمه وقدره، لكن هل أقركم عليه؟ ألم يرسل الرسل تنهاكم عنه؟ لو شاء، نعم، لو شاء الرحمن ما عبدناه. قال الله جل وعلا ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون، ما لهم حجة في هذا، ليس لهم حجة في هذا فيما ذهبوا إليه. نعم. ولو هدوا لعلموا، إنهم إلا يخرصون. نعم. ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال الله تعالى إذن متى يحتج بالقضاء والقدر ومتى لا يحتج به؟ يحتج به على المصائب التي لا حيلة للعبد في الفرار منها، التي لا حيلة له في الفرار منها، المصيبة التي تصيبه في نفسه أو في ماله أو في ولده، والعقوبات هذه لا حيلة له من الفرار منها، يصبر عليها ولا يجزع، لكن يتوب إلى الله من ذنوبه ومن سيئاته ويستغفره، لأنه ما أصابه شيء إلا بسبب من قبله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فيحتج بالقضاء والقدر على المصائب التي لا حيلة له فيها، أما الذنوب والمعاصي فلا يحتج بالقضاء والقدر بل يفعلها لأنه قادر على فعلها، مستطيع لفعلها، ليس له عذر في ذلك. فالقضاء والقدر يحتج به على المصائب لا على المعائب، هذه قاعدة، على المصائب لا على المعايب وهي الذنوب والمعاصي. فبدل أن تحتج بالقضاء والقدر تب إلى الله واستغفر. إبليس احتج بالقدر، قال بما أغويتني، وآدم لم يحتج بالقضاء والقدر على أكله من الشجرة ومعصيته لله، بل اعترف بذنبه وتاب إلى الله، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا المؤمن، هذا هو المؤمن، أنه لا يحتج بالقضاء والقدر على المعصية ويعتذر لنفسه، فليتوب إلى الله ويستغفر ويندم. شو الفرق بين إبليس وبين آدم؟ وأن آدم تاب الله عليه وغفر له، وأما إبليس فلعنه الله وطرده لأنه لم يتوب إلى الله وإنما احتج بالقضاء والقدر. نعم. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره. نعم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله ويعلم أن هذا قضاء وقدر ولا يجزع ولا يتسخط، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم ولا يجزع ولا يتسخط كما تفعل الجاهلية من النياحة وغير ذلك. نعم. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة
فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يرضى ويسلم للمصيبة، أما المعصية فلا يرضى ولا يسلم، يتوب إلى الله ويستغفر. نعم. وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة في الأرض، في نقص الثمار وغور المياه وانحباس الأمطار وحدوث الأمراض والمكاره، ولا في أنفسكم من الأمراض والهموم والأحزان وغير ذلك، إلا في كتاب، أي بقضاء وقدر مكتوب في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي نوجدها ونخلقها. القضاء سابق على وجودها وعلى وقوعها. إن ذلك على الله يسير، فهو قدر الأشياء كلها وعلمها وقدرها، ولا يشق عليه ذلك سبحانه وتعالى. ثم بين الحكمة في كونه أخبرنا بذلك: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، بل تصبروا وتحتسبوا المصائب، ترضوا بقضاء الله وقدره، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فرح أشر وبطر وتكبر، بل تشكرون الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن إذا أصابته ضراء صبر، وإذا أصابته نعماء شكر، هذا هو المؤمن. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى. نعم، أهل الجهل وأهل الضلال والهوى يحتجون بهذا الحديث، يقولون إن آدم احتج بالقضاء والقدر على موسى فحجه. نقول لهم: على أي شيء احتج آدم؟ هل احتج على المعصية أو احتج على المصيبة؟ احتج على المصيبة وإخراجه من الجنة، أما المعصية فتاب منها. وموسى لم يقل: لماذا أكلت من الشجرة؟ لماذا عصيت الله؟ إنما قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ عاتبه على المصيبة التي حصلت. فقال له آدم: ألم تجد هذا مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: بلى. فحج آدم موسى عليهما الصلاة والسلام. هذا هو طريق الإيمان، الاحتجاج بالقدر على المصيبة، وهي التي احتج بها آدم على ابنه موسى عليه السلام، لا على المعصية. هذه لا يحتج بها مؤمن، لا يحتج بها مؤمن أبدا. العاصي المؤمن يتوب إلى الله ويندم، يتوب إلى الله ويندم ويعمل الطاعات، هذا هو المؤمن، ولا يقول هذا مكتوب علي ويبقى على المعصية، لا، هذا طريقة الشيطان. نعم. وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر. نعم. فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. وموسى ما عاتبه على المعصية، إنما عاتبه على المصيبة وهي الخروج من الجنة. نعم. ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر وكل مشرك، يقول: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. لو كان هذا حجة، القضاء والقدر حجة على المعصية، لا صار حجة للأمم السابقة من إبليس إلى من بعده. نعم. ولما أرسل الله الرسل بالأوامر والنواهي،
نعم. ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب. موسى عليه السلام ما لام آدم عليه السلام من أجل الذنب، فلم يقل له لماذا أذنبت، لماذا أكلت من الشجرة، وإنما لامه على ما حصل من العقوبة وهي إخراجه من الجنة. نعم. فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهداه، ولكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. نعم. ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ هذه هي المصيبة، إخراجهم من الجنة. نعم. فأجابه آدم: إن هذا مكتوبا علي قبل أن أخلق. الذي هو الخروج من الجنة المصيبة. نعم. فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا. نعم. وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. نعم. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. نعم، ليس للعبد أن يذنب ابتداء، بل يتجنب الذنب، لكن لو غلبه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء أذنب، هذا يقع من بني آدم، حتى من الصالحين يقع منهم ذنوب ومعصوم، ما أحد معصوم، لكن المؤمن يتوب إلى الله ولا يقف عند القضاء والقدر ولا يتوب، كما حصل من إبليس وكما حصل من المشركين. نعم. وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب. نعم، يتوب من المعايب التي هي الذنوب ولا يحتج بالقضاء والقدر، ويصبر على المعايب التي هي على المصائب التي تصيبه. نعم. فلا يحتج على المعايب، وإنما يحتج على المصائب بالقضاء والقدر، فرق بين الأمرين. نعم. ما كان لك حيلة في دفعه وممانعته فلا تحتج بالقضاء والقدر. أنت تقدر أن تصلي ولا لا؟ تقدر أن تترك المعاصي ولا لا؟ تقدر، أنت قادر على ذلك، فلماذا تلوم القضاء والقدر؟ لوم نفسك يا أخي، لوم نفسك، والنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على المعاصي، لوم نفسك وتوب إلى الله عز وجل، ولا تلتمس لها العذر بالقضاء والقدر. لو كان القضاء والقدر عذرا على المعاصي لكان عذرا لإبليس. نعم. قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فاصبر على أي شيء؟ اصبر على الطاعة وعلى المصيبة، واستغفر لذنبك إذا وقع منك ذنب، لا تقول هذا قضاء وقدر. نعم. ففيه فرق بين الصبر والاستغفار، الصبر على ما لا حيلة لك فيه، وأما الاستغفار فهو عما وقع منك ولك حيلة في تركه. نعم. وقال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا وتتقوا، شف جمع بين الأمرين، تصبروا على القضاء والقدر وتتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه، ما لم يقل وإن تصبروا فقط، تصبروا وتتقوا. نعم. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. نعم. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم. وقال يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم، يوسف جرت عليه أمور ومصائب كثيرة قاسى منها، من صغره عليه الصلاة والسلام، من صغره وهو يقاسي من المصائب ومن المتاعب، ثم في النهاية فرج الله له وأعطاه الملك والأبهة، وجاء إخوته ودخلوا عليه، دخلوا عليه وهم لا يستنكرونه، ما يظنون أنه ملك مصر ولا يعرفونه، قال: أرأيتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي.
إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهو نال هذا في الدنيا وينال في الآخرة الجنة والأجر والثواب بهاتين الخصلتين: الصبر على المصائب وتقوى الله بفعل طاعته ترك ما نهاه عنه. نعم، فيجمع الله له بين الحسنيين. نعم، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم، قالوا لقد آثرك الله علينا، اعترفوا بخطئهم في حقه. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عفى عنهم، استغفر لهم رغم ما فعلوا معه من المشاق ومن الأذى ومع هذا حسمه بكلمة واحدة: لا تثريب عليكم اليوم. لم يوبخهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نعم، هذه أخلاق الأنبياء وأخلاق المؤمنين. نعم، وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته. ولو كان القضاء والقدر حجة لما شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأمر الناس بشيء مقدر عليهم أو تنهاهم عن شيء مقدر عليهم لما أمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا دليل على أنه لا تعارض بين الشريعة وبين القضاء والقدر كما تقوله الجبرية وأهل الضلال. ولما شرع الله الجهاد للكفار، تقول معذورين ذولا، الكفار معذورون مقدر عليهم وكيف نجاهدهم؟ الله شرع الجهاد، دل على أن القضاء والقدر ليس حجة على الكفر، كأنهم باستطاعتهم أنهم يتركون الكفر يدخلون في الإيمان، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. نعم، وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته. ولو كان القضاء والقدر حجة لما شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية، لأن هذه قدرها الله عليهم، فكيف تأمرهم وتنهاهم وهو مقدر عليهم؟ هذا كلام أهل الباطل، كلام أهل الباطل. فإنه الله جل وعلا شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شرع الجهاد في سبيل الله، مقاومة الفساد، شرع مقاومة الفساد والكفر. هذا دليل على أنه لا عذر لأهل الفساد وأهل المعاصي وأهل الكفر في ذلك، ولا حجة لهم في القضاء والقدر. القضاء والقدر شأن الله جل وعلا، وأما الطاعات والمعاصي فهي شأنك أنت، أنت الذي أوقعت نفسك فيها باختيارك وإرادتك ومعرفتك. نعم، يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته. حسب قدرته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكون الله شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة دليل على أنه لا حجة في القضاء والقدر، إذ لو كان حجة محتاج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، ويجاهد في سبيل الله. جهاد في سبيل الله بالسلاح وباللسان، جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار بالسلاح وجاهد المنافقين باللسان. نعم، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين. نعم، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. يوالي أولياء الله المطيعين ويعادي أعداء الله العاصين. ولو كان القضاء والقدر حجة
ما عادينا الكفار، إن عاديهم على شيء مقدر عليهم، لو كان القضاء والقدر حجة للكفار لما عاديناهم لأنهم معذورون، لكن الله أمرنا بمعاداتهم دل على أنهم ملومون في فعلهم وكفرهم، لأنه باختيارهم الدخول في الإسلام، اختيارهم التوبة والاستغفار، لكنهم لم يفعلوا ذلك. نعم. ويحب في الله ويبغض في الله. يحب في الله، تحب أهل الإيمان وتبغض أهل الكفر والمعاصي، الولا والبراء، هذا يسمى باب الولا والبراء، وهو باب عظيم يحاول الملاحدة الآن أن يكسروه وأن يلغوه، ويقولون الناس إخوان، الإنسانية والتسامح وما أشبه ذلك من الألفاظ القبيحة، يريدون أن يذيبوا الولا والبراء ويزيلوا الفوارق بين المسلمين والكفار، وبين أهل الطاعة وأهل المعصية، وبين أهل الفجور وأهل التقوى، يسوون بين الناس، يسمون هذا بالتسامح، يسمون هذا بالإنسانية، يسمون هذا بأسماء براقة، يسمون هذا بعدم كره الآخر، ما أشبه ذلك من الألفاظ. نعم. هذا باطل، هذا إلغاء لأصل من أصول الإسلام، بل هو أصل عظيم. إذا زالت الفوارق بين المسلمين والكفار وصاروا كلهم سواء، صار ما للإيمان ميزة ولا للطاعة ميزة، صار المطيع والعاصي سواء، صار الكفر والطاعة سواء عندهم، نسأل الله العافية. نعم. ويقولون الحرية والتعبير عن الرأي وإلى آخر ما يقولون، يعني حرية بهيمية، حرية في معصية الله سبحانه وتعالى. يا أخي أنت عبد، ما أنت بحر، أنت عبد لله، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. الإنسان عبد مهما كان، ما يستطيع الخروج عن العبودية، فإما يكون عبدا لله وإما يكون عبدا للشيطان وعبدا للهوى والشهوات. فالكفار لما أبوا أن يوحدوا الله بالعبادة ماذا عبدوا؟ عبدوا الأصنام والأحجار والأشجار، حتى عبدوا الخروج والبقر، لأنهم عبيد ما يخرجون عن العبودية، يتلمسون شيء بس يعبدونه حق أو باطل. فالإنسان عبد، خلقه الله عبدا، فهو عبد، إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره، فليختر لنفسه. نعم. كما قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه سورة الممتحنة من أولها إلى آخرها في الولاء والبراء، هم يريدون أن يلغوها، يريدون أن يطمسوا ما في القرآن من آيات الولاء والبراء ويزيل الفوارق بين المسلمين والكفار، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، يأبى الله ذلك سبحانه وتعالى. والقرآن يفضحهم ليلا ونهارا ولا يستطيعون أن يغيروا كلمة منه لأن الله حفظه، وإلا لو كانوا يستطيعون لطمسوا القرآن كله ولكن لم يستطيعوا. فهو ينادي
بفضيحتهم وشرهم ويحذر منهم إلى أن تقوم الساعة. هذه سورة الممتحنة. يا أيها الذين آمنوا نادى الله المؤمنين، شوف نادى الله المؤمنين، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني من الكفار، لا توالونهم بالمحبة، لا توالونهم بالمحبة والمدح والثناء وغير ذلك من أنواع المجاملة والتملق وغير ذلك. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرجون الرسول وإياكم من مكة، يطردونكم من وطنكم من أجل أي شيء؟ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله، فهذا هو السبب، ما أخرجوكم إلا بسبب الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمنوا بربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيت. مهما حاول الإنسان إخفاء فإن الله يعلمه ويفضحه أيضا ويبينه، لكن قد يتوب عليه وقد لا يتوب عليه. نعم. وقال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ثم إنه لما وبخهم على ذلك، قال: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، لكم قدوة في إبراهيم والمؤمنين الذين معه ما تبرأوا من الكفار، حتى إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه أما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك. هذا في سورة المجادلة. في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، الإيمان يتنافى مع موالاة الكفار، الذي في قلبه إيمان لا يمكن أن يوالي الكفار ويحبهم أبدا، لأن الله يبغضهم وهو يبغض من يبغضه الله سبحانه ويحب من يحبه الله، هذا هو المؤمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، أي من كفر بالله عز وجل، ولو كانوا آباء، أقرب الناس إليهم آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إذا كان هذا في الأقارب كيف بغير الأقارب من الكفار. نعم. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين. ولو كان الشاهد من هذا أنه لو كان هناك عذر للكفار بالقضاء والقدر ما أمر الله بمعاداتهم ومقاطعتهم، لأنهم معذورون في فعلهم. نعم. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وهذا استنكار من الله أن يجعل المسلمين كالمجرمين، بل لا بد أن يفرق بينهم، لا بد أن يفرق بينهم في الجزاء وفي الأحكام، ولا يليق بحكمته سبحانه وبعدله أن يسوي بين المسلمين والمجرمين. نعم. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كذلك الاستنكار من الله أنه لا يسوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض وبين المتقين والفجار، بل يفرق الله بينهم في الجزاء والأحكام، ولو كان لهم عذر لما فرق الله بينهم وأمر بمعاداتهم ومقاطعتهم وببغضهم. نعم. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهذا استنكار من الله، الذين يظنون أن الله سيسوي بين المؤمنين والمسيئين، هذا لا يليق بحكمته سبحانه ولا يليق بعدله سبحانه وتعالى. نعم. وقال الله تعالى:
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الله فرق بين الأشياء المتضادة، والكفر والإيمان متضادان، والطاعة والمعصية متضادان، لا يمكن أن يسوي بينهما. فلم يسوي الله بين الأعمى والبصير، ولا بين الظلمات والنور، ولا بين الظل والحرور. المتضادات لا تتساوى أبدا، الكفر والإيمان متضادان لا يسوي الله بينهما، المؤمن والكافر متضادان لا يسوي الله بينهما، ولا يجوز للمؤمن أن يسوي بينهما. نعم. وقال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هذا مثل للمؤمن والموحد، مثلا للمؤمن والمشرك، الموحد والمشرك. فالموحد هذا كالذي هو مملوك لرجل واحد مستريح معه، وأما المشرك فهو المملوك لعدة أسياد ما يدري من يرضي منهم. المشرك له عدة أسياد لأنه يعبد آلهة متفرقة لا يدري من يرضي منها. أما الذي يعبد ربا واحدا فهو كالعبد الذي له سيد واحد، يدري ما الذي يرضيه وما الذي يغضبه وما الذي يعرف ذلك، فهو في راحة معه. ولهذا قال يوسف عليه السلام لأهل السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. نعم. وقال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. وهذا مثل للذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعمل الطاعات، والرجل الذي لا يعمل شيئا، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا ينفق في سبيل الله، لا 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 تسوية بينهما. نعم. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لا يستوون عند أصحاب العقول وأصحاب الإيمان. نعم. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ لا يستوي هذا وهذا، الله فرق بينهما. الذين يريدون زوال الولاء والبراء يريدون التسوية بين هؤلاء، هذه مضادة لحكم الله جل وعلا ولشرعه، ومضادة للعقول حتى للعقول السليمة. نعم. وقال الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. كذلك لا يستوي أصحاب النار وهم الكفار المشركون، وأصحاب الجنة من المؤمنين والمتقين، هؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. الله لم يسوي بينهم، ولو كان القضاء والقدر حجة لسوى الله بينهم في الآخرة، صاروا كلهم في الجنة. هذا دليل على أنه لا تسوية بين الناس مؤمنهم وكافرهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. ونظائر ذلك إما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل. نعم. وأهل الطاعة وأهل المعصية، وأهل البر والفجور، وأهل الهدى والضلال، وأهل الغي والرشاد، وأهل الصدق والكذب. كل هذا واقع وكله حق، أن الله لا يسوي بين المتضادات المختلفات، لا يليق بحكمته سبحانه وبعدله أنه يجعل الكافر مثل المؤمن في الجزاء يوم القيامة، لا يليق بحكمته وبعدله سبحانه. نعم. ولا يسوي بينهم في المودة والقدر والمكانة في الدنيا. نعم. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة. من توقف على الحقيقة الكونية والقضاء والقدر فقط سوى بين هذه الأمور ولم يفرق بينها، أما من شهد الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية فإنه يفرق بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي والبر والفاجر.
فرق بينهما. نعم. ومن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى تأول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام كما نعم يسوي بين الله وبين الأصنام. ولذلك المشركون سووا بين الله وبين الأصنام حين عبدوها وعدلوها بالله سبحانه وتعالى، ولذلك في الآخرة يندمون: الله لقد كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. إذا وقفوا على جزائهم عرفوا أنهم أخطأوا في الدنيا حيث عبدوا مع الله غيره، سووا المخلوق بالخالق من خلقه والعياذ بالله، لذلك يعبدونهم معه، يعبدونهم مع الله، وهذا أشد الجور والظلم والطغيان. نعم. حتى تأول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام كما قال تعالى عنهم: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود. أهل وحدة الوجود، أهل وحدة الوجود، يقولون لا تفريق في الكون بين خالق ومخلوق، كله سواء، كل الكون سواء، وكله هو الله. وهذا هو التوحيد عندهم، توحيد أنك ما تقسم الكون إلى مخلوق وخالق، بل تجعل الكون كله هو الله، حتى الكلاب والخنازير هي الله عندهم، نسأل الله العافية. نعم. ويقولون إن فرعون ما أخطأ إلا لأنه ادعى الربوبية لنفسه، فهو فرق بين الكائنات ولذلك كفر، وإلا لو اعتقد أن الكون كله هو الله صار موحدا. نعم. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود. نعم. إذ جعلوه هو وجود المخلوقات. نعم. جعلوا الله هو الوجود كله. نعم. لا تقسيم، تقسيم شرك عندهم، هذا توحيد أهل وحدة الوجود. نعم. ومنهم ابن عربي والتلمساني ومن ذهب هذا المذهب. نعم. وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. نعم. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله. نعم. ما في عبد ومعبود، ما في عبد ومعبود، هذا تفريق، هذا شرك، الكون كله هو المعبود وهو الله. نعم. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، يشهدون أنفسهم أنها هي الله، أنها هي الله، ويقول قائلهم ما في الجبة إلا الله. نعم. كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص، ابن عربي صاحب كتاب الفصوص، فصوص الحكم. نعم. وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين. نعم. وأمثاله ابن سبعين أيضا من أهل وحدة الوجود، والتلمساني وغيرهم. نعم. ويشهدون أنهم العابدون والمعبودون. نعم. وما فيه معبود وعابد، كله معبود. نعم. وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، هذا خروج من العقل نهائيا، هذا خروج، هذا أشد أنواع، هذا أشد أنواع الإلحاد والعياذ بالله. نعم. وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا
كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. يقول كل كلام في الوجود، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. القرآن والشعر والسب والذم والشتم وكل شيء هو كلام الله عندهم، نسأل الله العافية. نعم. وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا. إذا طلع الإنسان على هذه الأمور وهي واقعة سأل الله العافية والسلام، وشكر الله على نعمته وعلى فضله أن هداه للإسلام والإيمان، وركب فيه العقل الذي يميز فيه بين الحق والباطل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يخاف على نفسه من الضلال والزيغ والإلحاد. فهؤلاء آدميون من بشر عقلاء لهم عقول، ولكن طمس الله بصائرهم وأبصارهم وأضلهم على علم والعياذ بالله. فالإنسان يخشى على نفسه هذه الأمور، إنما يدرسها من أجل أن يستفيد بصيرة وأن يشكر الله وأن يسأل الله الثبات. أما أنك لو ما تدري عنها ربما تقع فيها وتغتر بها ولا تدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق تفسر معنى كلمة التوحيد بغير معناها الحقيقي؟ كما سمعتم أهل وحدة الوجود يفسرونه بأنه هو اعتقاد أن الكون كله هو الله لا انقسام له، والمعطلة يعتقدون أن التوحيد هو نفي الأسماء والصفات أو نفي الصفات، والشرك هو إثبات الصفات إثبات الصفات. كل يفسر التوحيد على هواه حسب مذهبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فعل المعاصي، ومنهم من يفسر التوحيد وهم علماء الكلام بأنه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، إقرار بتوحيد الربوبية هذا هو التوحيد عندهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فعل المعاصي يعد نوعا من الشرك؟ لا، ليس نوعا من الشرك، لكنه معصية ومخالفة، معصية ومخالفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا لو كان نوعا من الشرك لم يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن المعاصي ليست شركا وإنما هي دون الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحتج بالذنب بعد التوبة منه بالقدر كما نسب هذا القول لابن القيم رحمه الله؟ هذا كذب، لا لا، لم يقله ابن القيم. الذي يتوب إلى الله يندم على ما فات ولا يحتج بالقدر، يندم، من شروط التوبة الندم على ما فات، ولو كان القدر حجة لما ندم عليه. نعم. فنسبة هذا إلى ابن القيم كذب وباطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يبغض المسلم الفاسق بنفسه أو يبغض فقط أعماله السيئة؟ يبغضه ويبغض أعماله، وما أبغضه إلا من أجل أعماله. اللي يقول أن الكفار يبغض دينهم ولا يبغضون هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فيبغضون ويبغض دينهم، وما أبغضوا إلا من أجل دينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أقول لصاحبي لولا أنت ما كنت مستمعا للأغاني وغير ذلك من المعاصي؟ يعني من باب السببية، تقول صحبتي لك ومخالطتي لك سببت لي استماع الأغاني، هذا من باب اللوم لنفسك أنك صادقته وهو يستمع للأغاني فجر ذلك إليك. فإذا كان هذا من باب اللوم لنفسه فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز
أن أقول لصاحبي كذلك لولا أنت ما حصلت علي هذه المصيبة؟ لا تلومه على المصيبة، المصيبة لا تلومه عليها، لوم نفسك، تب إلى الله عز وجل. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لمن يذنب ذنبا مستمرا عليه أن ينهى عنه غيره؟ نعم، ينهى عنه غيره، يتوب منه، ما يترك الأمر بالمعروف نهي عن المنكر ويضيف سيئة إلى سيئة، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كان واقعا في شيء من ذلك فإنه يتوب إلى الله عز وجل ولا يستمر عليه. نعم. ولو كان لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا المعصوم، ما أمر بالمعروف أحد ولا نهى عن المنكر أحد، كلنا مقصرون، كلنا عندنا أخطأ، ولكن لا يستطيع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنجمع بين الجريمتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاحتجاج بالقضاء والقدر على الأحداث العادية، كان يضرب أحدهم ويقول هذا بقدر الله، أو يسرع بسيارته ثم يحتج بالقدر؟ هذا سيأتي، هذا من فعلك أنت، إسراعك بالسيارة ضربك إياه، هذا من فعلك أنت، ولذلك يشرع القصاص، ولو كان القضاء والقدر حجة ما شرع القصاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذا القول إن القضاء والقدر سر الله؟ نعم، هو سر الله، لا يمكن تفهم القضاء والقدر تماما من كل وجه، فيه أشياء لا يعلمها إلا الله، وأنت ما كلفت أنك تبحث بالقضاء والقدر، إنما كلفت أن تؤمن بالقضاء والقدر، أما أنك تبحث في مسائل القضاء والقدر وتغوص فيها لن تصل إلى نتيجة، عليك الإيمان بالقضاء والقدر، أما الغوص في أسرار القضاء والقدر هذا لا يعلمه إلا الله ولن تصل إلى نتيجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم في التبرؤ من المشركين مصارحتهم بالعداوة وإخبارهم بذلك أم لا؟ وهل يأثم العبد إن لم يخبرهم ويصرح لهم بالعداوة؟ وماذا يفعل إذا كان في بلد لو صرح لهم بذلك لناله الأذى وقد يؤدي به إلى أن يقتل؟ العداوة والبغضة لابد منها، والتصريح حسب الإمكان، حسب الإمكان وحسب المقدرة على ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يحب أبواه، أن يحب أبويه الحب الطبيعي؟ أبويه ليش؟ كافرين؟ إيه نعم، كان من الكفار. الحب الطبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان، لكن لا يحبهم الحب الديني، يحبهم من أجل دينهم أو هذا لا يجوز، ما يحبه لأنه أبوه أو أخوه في النسب، محبة طبيعية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يرى أن مجرد تعامل ولاة الأمور مع الكفار واستقبال سفرائهم أن هذا يعد أمرا محرما، فهل هذا الرأي صحيح؟ هذا رأي باطل. نحن نتعامل مع الكفار بالتجارة والبيع والشراء والانتفاع بخبراتهم، ونتعامل معهم بإرسال المراسيل والسفراء للمفاوضات، هذا أمر أباحه الله لنا، مع هذا لا نحبهم في قلوبنا، وإنما هذه مصالح دنيوية، مصالح متبادلة بيننا وبينهم، هذا من التعامل للمصالح وليس هو من الولاء والبراء. نعم. كان الكفار يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوضون معه وهو في المسجد، يدخلون عليه في المسجد ويتفاوضون معه عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت هذه العبارة مكتوبة على إحدى السيارات، فما صحتها؟ على كف القدر نمشي ولا ندري بالمكتوب، فهل هذه العبارة صحيحة؟ صحيح هذا المعنى، أما كف القدر وجعل القدر له كف وما هذا كله منها لا ينبغي،
نمشي ونذهب على موجب القضاء والقدر الذي قدره الله لنا، ولا ندري ماذا قدر الله لنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، هذا من معنى أن القدر سر الله، أن الله أخفاه عنا، لكن أن تفعل الأسباب، تفعل الأسباب وتكل النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين المداراة والمداهنة، وأيهما تكون مع الكفار؟ المداراة تجوز مع الكفار إلا أن تتقوا منهم تقاتل، فإذا خشينا منهم بعض الأمور نداريهم بها دفعا لشرهم، إلا أن تتقوا منهم تقاتل، وهذه هي المداراة، درء الشر، ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما. أما المداهنة وهي التنازل عن شيء من الحق، هذا لا تجوز أبدا، لا يجوز للمسلم أن يتنازل عن دينه لأجل إرضاء الكافر، هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي وحدة الوجود، وهل هناك فرق بينها وبين الحلولية؟ سمعتها يا أخي، سمعت وحدة الوجود، هم الذين يعتقدون أن الكون ليس فيه انقسام، الكون كله هو الله، ليس هناك عبد ومعبود. نعم. وأما الحلولية هذه ستأتي إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الحكمة من الإيمان بالقضاء والقدر، أو بمعنى آخر ما فائدته الدنيوية؟ إذا كنت ما تعرف الحكمة والفائدة من الإيمان بالقضاء والقدر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الفائدة واضحة والحكمة واضحة، أنك تصبر على المصائب والمقادير التي لا حيلة لك فيها، تصبر، الصبر مطلوب وهو من صفات المؤمنين، هذه واحدة. الثانية أنك لا تجزع ولا تسخط بقضاء الله وقدره، بل تؤمن أن هذا بقضاء، وأنه لو كان، لو شاء الله ما حصل كذا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تؤمن بهذا وتستريح. وأيضا الإيمان بالقضاء والقدر يدفعك إلى الجهاد في سبيل الله، إلى طلب الرزق، إلى نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر في الآونة الأخيرة بين مشجعي الأندية عمل أعلام لبعض الدول، وعمل يقول ملابس لبعض اللاعبين، وهي أعلام وملابس تحمل شعار الصليب، وعندما نذكرهم بهذا الأمر يقولون هذه رياضة وليست بدين. ولو هي رياضة ما يجوز لبس شعار الكفر، شعار الشرك لا يجوز لك أن تلبسه، لا في الرياضة ولا في غيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الصلاة في ساحة الكنيسة؟ لا بأس، إذا كانت طاهرة يجوز الصلاة في الكنيسة، إذا كانت طاهرة وليس فيها صور منصوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مشروعية تغيير المكان لقضاء الصلاة الراتبة بعد الفريضة، أو لأداء الصلاة الراتبة بعد الفريضة؟ لم يثبت هذا، لا مانع أن تصلي في مكان الفريضة، ما ثبت الانتقال من مكان إلى مكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن في مدرسة ثانوية، عدد الطلاب 700 طالب، والمصلى مزدحم. إنما الإمام هو اللي قاله أنه ما يصلي في مكان الإحراب، لأن لا يظن أحد أن الصلاة ما انتهت، الإمام هو اللي يغير المكان، أما غيره فلا معي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن في مدرسة ثانوية، عدد الطلاب 700 طالب، والمصلى مزدحم، ويحصل فيه ارتباك خاصة بين الكبار والصغار، السؤال، هل يجوز لنا من باب درء المفاسد أن نجعل كبار الطلاب يصلون في الدور العلوي بإمام مستقل، والصغار يصلون في الدور الأرضي بإمام مستقل؟ الصغار يلعبون، إذا فصلوا وصاروا وحدهم يلعبون، أما أنكم تجعلون، إذا أمكن تجعلون مصلى واحد يسع الجميع هذا واجب، إذا ما أمكن واضطررتم إلى جعل مصليين
فلا مانع، لكن لا يخصص هذا الأصغار ولا الكبار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مجموعة من كبار السن يصلون في مصلى مستقل عن جماعة المسجد. هناك مجموعة من كبار السن يصلون في مصلى مستقل عن جماعة المسجد ويتابعون الإمام بالسماعات، وحجتهم أن درج المسجد مرتفع عليه لا يقدرون على رقيه، فهل يجوز لهم ذلك وأن تصح صلاتهم؟ صلاتهم تصح ما داموا داخل المسجد، صلاتهم تصح، لكن انعزالهم هذا هو الذي لا يجوز. أما درج المسجد يعملون له مسهلات، يعملون له عربات، يعملون له أشياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض شركات الاتصالات تبيع أجهزة جوالات ولكنها لا تعمل إلا بشرائح هذه الشركة فقط، فهل هذا من عقد بيعتين في بيعة؟ لا، ما هو من عقد بيعتين في بيعة، إنما هذا يعتبر من الإضرار بالآخرين اللي يبيعون نفس السلعة أو نفس الجهاز، هذا إضرار بالناس واحتكار للعملاء، يضر بالآخرين. نعم. يجعل المجال مفتوح، يشري منهم ولا من غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لبس الخاتم من النحاس أو من الحديد؟ مكروه. لبس الخاتم من الذهب حرام، ولبس الخاتم من الفضة مباح، ولبس الخاتم من الحديد أو من النحاس مكروه، كراهة التنزيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اشترى سيارة جديدة، فهل له أن يقرأ في ماء في سطل أو غيره ثم يغسل بها سيارته لكي يكون من باب القراءة على الدابة لحفظها من العين؟ لا، لا أصل لهذا، هذا ليس له أصل، ولكن يرقي نفسه ويرقي أمواله جميعا بدون أنه يعمل ماء أو يعمل شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد حديث ينهى عن لعن الشيخ؟ بمعنى أنه يورد يقرأ الورد على نفسه وعلى ممتلكاته وعلى أولاده وعلى إخوانه المسلمين، الورد، الورد ما هو بالرقية، الورد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد حديث عن لعن الشيطان وما حكم لعنه؟ الشيطان ملعون، لعنه الله، وأنت لا تشتغل بلعن الشيطان، لم نفسك أنت وتب إلى الله عز وجل، إذا وقع منك معصية لم نفسك ولا تجعل اللوم على الشيطان فقط، الشيطان ملعون ومعروف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول أنا مسير ولست مخيرا أو يقول أنا مخير ولست مسيرا، أيهما الصحيح؟ كلاهما باطل، كلاهما باطل، والواجب والصحيح الجمع بينهما، تقول أنا مسير ومخير، مسير من ناحية القضاء والقدر، ومخير من ناحية الأوامر والنواهي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تصدر من والدي أفعال تخالف الشريعة، فماذا يجب علي نحو والدي في هذه الحال؟ مناصحة، واجب عليك مناصحة والدك وتعليم والدك إذا كان جاهلا، والإنكار عليه والتكرار ذلك، لعل الله أن يهديه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، علمت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، فهل يدخل في ذلك ما انتشر من لبس المرأة ما يسمى بالشماغ النسائي، وهو على هيئة شماغ الرجل في طريقة اللبس لكنه يختلف لونا فقط؟ نعم، يدخل في هذا، ما كان من خصائص الرجال لا تلبسه المرأة، ما كان من خصائص النساء لا يلبسه الرجل، ومن خالف فهو ملعون متشبه بالجنس الآخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ممارسة الرياضة بالسراويل القصيرة
وما حكم مشاهدة من يعمل ذلك؟ السراويل القصيرة ما تلبس لا في الرياضة ولا في غيرها، يلبس الإنسان ما يستر عورته من السرة إلى الركبة في أي حالة، لا يكشف شيء من عورته لا في الرياضة ولا في غيرها، هذا حرام. مشاهدة الرياضة هذا ضياع للوقت، ما فيها فائدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعلم لزوم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، فهل هذا أيضا في حق غيره من الأنبياء إذا ذكروا؟ هذا ورد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يشرع الصلاة والسلام على أن أي نبي من أنبياء الله إذا ذكر تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قراءة القرآن جماعة لأجل الحفظ والمراجعة يعد من البدع؟ إذا كانت القراءة الجماعية من أجل التعلم لا بأس بذلك، أن هذا من طرق التعلم لا بأس بذلك. أما إذا كانت التلاوة الجماعية من باب التعبد فهذا لا يجوز، هذا بدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فيها ما لا أذن سمعت، مع أن الله قد وصف الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم قد وصفها؟ فيها أشياء لم ترد في وصف الله ولا في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، أشياء خفية لم يذكرها الله ولا رسول، لا تعلم نفس ما أخفي لهم. إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هناك أشياء لم تبين للناس لأنهم لا يتحملون، عقولهم لا تتحمل هذه الأشياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما دور الدعاة والمصلحين بإنكار الاختلاط بمعارض الكتب ومهرجان الجنادرية وغيره، كيف ينكرون إنكارا شرعيا؟ إذا كان وكل إليهم الإنكار يجب عليهم ذلك، إذا لم يوكل إليهم فعليهم أن يكتبوا المشاهدات التي يرونها والمنكرات التي يرونها ويرفعون بها إلى ولاة الأمور والمسؤولين عن هذا الملتقى يعالج الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعمل في إحدى شركات الصيانة براتب شهري محدد. أعمل في إحدى شركات الصيانة براتب شهري محدد، لكن حين أذهب إلى المنازل لإصلاح بعض الآلات يصر بعض أصحابها على منحي مبلغا إضافيا، وأنا أرفض ذلك لكنهم يصرون، فهل يجوز لي أن أخذه؟ لا يجوز لك أن تأخذه، وأنت موظف لأجل إصلاح القيام بهذا العمل، هل يكون من الرشوة، لأنك إذا أعطيته ينصح في العمل عندك، وإذا راح للثاني اللي ما يعطي شيء يغش في العمل ويتطلع إلى العطاء، هذا يخرب الموظفين والعمال، الرشوة خراب للمجتمع، ألا يجوز هذا العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الزمان هو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله صحابي ماذا أفعل عندما تكثر الفتن والفرقة؟ فقال له ردا على سؤاله اعتزل الناس اجلس في بيتك، هل هذا هو هذا الزمن؟ الحكم على الزمن بأنه هو الزمن المقصود لا يحتاج إلى دليل، لكن نخاف أن يكون هو الزمن المقصود، نخاف خوف ولا نجزم لذلك. وأما الاعتزال هذا حسب المصلحة والمضرة، فالذي يخالط الناس في اختلاطه مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم هذا يجب عليه الاختلاط، والذي ما لا فائدة من اختلاطه بهم ولا يستفيد منه ولا يقوم بشيء هذا الاعتزال أحسن له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول عندما أصلي تأتيني وساوس في الصلاة فأعيد الآية أكثر من مرة،
وهكذا حتى تنتهي من الصلاة وهي في وساوس، فكيف التخلص من ذلك؟ التخلص من ذلك بالاستعاذة بالله من الشيطان، لا سيما الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة، وعدم الالتفات إلى الوساوس، تمضي في صلاتها ولا تلتفت إلى الوساوس ولا تكرر الآيات تبعا للوساوس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قبل أشهر صورت لإخراجي بطاقة أحتاجها. يقول قبل أشهر صورت لإخراجي بطاقة أحتاجها، فبقي عندي صور لي، فهل يجوز لي أن أحتفظ بها عند الحاجة؟ ما يجوز لك هذا، احتفاظ بالصور التي زائدة عن حاجتك، حاجتك انتهت وهي أخذ البطاقة، وإذا جد ضرورة مرة ثانية يجوز لك أن تصور لأجل الضرورة. نعم. ولا تحتفظ بصور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الختان شرط من شروط صحة الإسلام؟ ختان الذكر واجب وليس شرطا من شروط الإسلام، إنما هو واجب من واجبات الإسلام في حق الذكر.